برشا شغل مسكن غشش برشا حوايج. يوسف العلمي عمل الاستقاله تاعه ورشيد زمرني كيف كيف شنو اللي صاير؟ اللي صاير كان تذكروا شيك العام وقت اللي تذكروا شيك العام وقتها سي كمال يدير رئيس النادي الافريقي باش نلعبوا ماتش مباراه مصيريه مع النجم الساحلي، وجاء كمال يدير وقال مانيش باش نجدد لبرتران مارشان. شنو صار وقتها؟ وكان تذكروا عام ناول مترشحين للبلاي اوف وسي سليم الرياحي اقال نبيل كوكي. شنو صار؟ علاش ذكرت لي دي زيكزومبل هذوما؟ هذوما يدلوا على انه وقت اللي تبدا القرارات نتاعك مرتجله ومش في بلاصتها توصل اللي كنت تصل فيه سيادتك. تو شنو صاير؟ اللي صاير في النادي الافريقي انه اللي كنت سامي فيهم اللي استقالوا سي يوسف العلمي وسي مهدي وسي رشيد الزمرلي، ناس قاعده تخدم في الكلوب افريكان بوقتها وجهدها ومالها ودنيتها، تجي انت تعمل لهم لجنه نتاع تقصي حقائق الواه. انت واحد نحكيو متر سبيعي قال مش ليهم هما، معناها نحن نحبوا لهم. لا ليهم هما، شفناه القرار وما همش يضعوا في صباح. شفناه اللجنه هذيا قال باش نفهم علاش خسروا ماتش جابس مي سي كوا سيت هيستوار، وباش تفهم علاش الجوارات هربوا. اكيد معناتها انا شخصيا ما عندي حتى مشكله معاه كزميلي وكمحامي، لكن النادي الافريقي ماهيش عاقره، النادي الافريقي فيها رجال. شنو تجيب لي شخص نون سولمون معناتها الناس الكل نعرفوا اللي فيها ديجا اثنين ولا ثلاثه ما همش ولاد الكلوب افريكان وما يحبوش الكلوب افريكان، سي مراد قوبعه نعرفوا الناس الكل يحب النادي الصفاقسي، سي سليم دوله الناس الكل تعرفوا يحب الترجي الرياضي، تجيب لي انيس بن ميم معناتها باش رئيس لجنه ويستنطق يوسف العلمي تو هذا كلام ويدخل الملفات نتاع النادي الافريقي ويشوف اسرارنا ومن بعد تحكيوا على الكوزين انترن. كم الغدوة جيب لي ما نعرفش، انا ما نحبش نسمي الناس. برامشي جيب لي مالا ما نعرفش، انا ما نحبش نسمي الناس. غدوة قول لجنة انتدابات فاشلة وجيب لي اكس ولا يغريك من فريق اخر خليه ينتدب لك. مش معقول، مش معقول. راهو النادي الافريقي مش فلوس برك، النادي الافريقي عشق، النادي الافريقي عائلة. راهو هزينا تيتروات مع سي كمال يدير اللي هو موظف. راهو الكلوب افريكان حب وغرام وعشق ونمشيو مع بعضنا، ويعرفوا الاولاد الكل اللي معايا يعرفوا اللي هزينا تيترواتنا بالجمهور ما هزيناهمش بالواحد. النادي الافريقي الفريق الواحد، هاك تشوفوا المظالم، هاك تشوفوا. ارجع الباج فيسبوك نتاعي تلقاني قبل ماتش المرسى بثلاث ايام قلت لهم فيت اتونسيون فيت اتونسيون، راه ثم حكايه قاعده تتعمل في الكواليس باش كلوب افريكان ما عادش تربح. شفتوا الارميه حسب رايك انت ثم ثم الحكايه انه النادي الافريقي ما لازمش تكمل الاولانيه. شفتوا ماتش المرسى شنو صار؟ شفتوا اليوم شنو الاربيتراج؟ الاربيتراج بتبيعه الناس الكل اللي نقول لك المتعلقين اللي في الشان الرياضي يفهموا مليح اللي شوفوا اليوم الاربيتر شنو عمل، شوفوا شنو عمل بالله. ايماجيني ان بو في الوضع الامني اللي هو هاشي، ايماجيني ان بو الناس فقدت اعصابها وهبطت، شنو كان يصير؟ راك شفتوا معناتها شويه ديبوردمون، راكم شفتوا صار شويه ديبوردمون، شوفوا شو عمل. هي مع سوغار ماتش معناتها سي كمال سي با سوغار ماتش، سي با سوغار ماتش. مانيش نبي انا نوح، راهو مانيش نبي نوح. عندك معلومات؟ مانيش نبي نوح، انا قلت لك قبل الماتش عندك الادله سي كمال. لا لا اجي نقول لك لهنا شنو الادله، شنو الادله؟ الوسط الرياضي وقت اللي نقعد وصاباس دو بوشا وراي وتعرف ناس يحكيو، شنو الادله باش يجيك يعطيك اعتراف كتابي تو هذا كلام؟ انا رجل قانون ونعرف قاعد نقول. الادله ماكش باش تلقاها، اي تو لي تروفرا با. عندنا الماتش نتاع بنزرت والقروان وفيها ادله في تسجيلات، شنو صار؟ ما صار حتى شيء. ما نحكيوش على الادله، راهو نحكيو على الجو العام. وقت تشوف ماتش المرسى شنو صار تفهم. انت تفهم الاربيتر دي موفيس فوا ولا؟ وتشوف توا قاعد يتعاود مع بربي. ركزوا مع اللقطه نتاع ضربه الجزاء كيفاش زفرها عبد الحسن، شوفوه كيفاش زفرها، شوفوا طريقه التصفير نتاعو، شوفوا طريقة إعلانه للمخالفات، مش المخالفات، شوفوا طريقة إعلانه للمخالفات، شوفوا وقت اللي زهير ذوادي يحتج على تسلل مش موجود اش يعمل له. ومن بعد ركزوا في الدوزيميتون قداش من مرة لاعبي نادي البنزرتي يحتجوا على المرافقين نتاعو معناتها خطوط المراقبين نتاع الخطوط ولا كلمة وما يتحركش. راهو هذا الكل يخرج الملاعبي من عقله، راهو هذا الكل يخرجك كيكيب. أنت كرئيس نادي كان الأولى بك أنك تتلهى بهذوما، تتلهى بالمؤامرة اللي قاعدة تتعمل لجمعيتك. مش تجيب لي شخص نعاود نقولها ما عندي حتى مشكل معاه، لكنه مش ولد النادي الافريقي. النادي الافريقي راهي كبيره برشا، راهي كبيره ما نعرفش النادي الافريقي راهي عمره هو مرتين. لا مش هذا، سامحني الاحتراف شنو هو؟ الاحتراف قاعد تشوف في ميلان انت الكريس صايره فيها، شنو صاير في عائله برلسكوني؟ راهو الاحتراف بلاش حب. جو في سيتي ان اكزومبل بوتيتر باش يتغشوا عليا بعض الخيان، لكن جو دي لا فيريتي. سليم شيبوب قبل كي كان في الترجي الرياضي باش عملها؟ عملها بقوته وعملها بصيفته، لكن عملها بحبه للترجي الرياضي. سليم ما يحبش الكلوب؟ ما يحبش النادي الافريقي. شو عملها في الافريقي؟ ما يحبش.
ما يحبش النادي الافريقي اسال هو انا بالنسبه لي انا وقت لي رئيس النادي الافريقي يجي ويتصرف هكايا نسالك سؤال انا قداش عنده سليم الرياحي في النادي الافريقي عام ونص عامين اقل هكا ولا اقل من قداش مسؤول قداش مسؤول فرع كره القدم برشا تسعه On se pose la question. Tu as le mot français qui dit si tout le monde dit que j'ai tort et je dis que j'ai raison, c'est que j'ai tort. Tout le monde qui sort, ils sont tous mustaïn. Il y a un tahkir de l'histoire de l'Afrique. Il y a un tahkir de l'histoire de l'Afrique. Slim Ariyah, il y a un tahkir. En grande partie. ويسمو يفيق ما تنكروش لسليم رياحي زاد عمل للنادي الافريقي تعرفش قلت له انا اش عمل شنو سامحني قلت عمل للنادي الافريقي انتدابات عمل للنادي الافريقي ولا عمل للنادي الافريقي عمل للنادي الافريقي لا للنادي الافريقي للنادي النادي الافريقي مش سيم واحد شعره مش مزيه لا مش سي انستيتيسيون كي دات دوبي 1920 ماهوش مزيه اي لي لا بور ساتيسفير اي روندر سيرفيس او كلوب افريكان مش مزيه داكور نحكي لكم حكايه على واحد من رجالات النادي الافريقي قلتها له نبعثها له على الباج فيسبوك نتاعو سي فتحي زهير الله يرحمه كان عميد الهيئه الوطنيه للمحامين وكان رئيس النادي الافريقي عيط له لحبيب بورقيبه باش يشد وزير عدل قالوا ما نهبطش من منصب رئيس النادي الافريقي لمنصب وزير عدل اش معناها فما شكون يحب يعمل العكس نو اي ليه معناها فما اليوم يلفو كومبروندر رئيس النادي الافريقي يلزمو يفهم شنو معناتها رئيس النادي الافريقي انا نتحدى توا نعملوا سونداج انتم الصحافه نمشيهم من بنزرت البنقردان ونسالوا الناس على بعض المسؤولين السامين في الدوله على وزير السياحه شوف قداش من واحد ما يعرفش اسمه واسال الناس على رئيس النادي الافريقي نتحداك كان تلقى واحد ما يعرفش اسم رئيس النادي الافريقي باش يعرف شنو هو البلاصه كي لوكوب يفو اتر على لوتور يفو اتر على لوتور بتوصي كمش باش يصير بعد هذا الكل معناتها انا محب نحكي راهو بسيفتي محب ونحكي بسيفتي محروق على الكلوب افريكان شنو باش يصير اللي نعرف انه اصدقائي سي يوسف وسي مهدي وسي رشيد معناتها ناس فدت ساي يونامار مشاو على رواحهم مع الاسف وهذه خساره للنادي الافريقي خاطر نعرف مليح اش قاعدين يعملوا شنو باش يصير اسالوا رئيس النادي الافريقي ان شاء الله ربي يهديه للحق ويبعد عليه بعض الناس اللي بصراحة ما يحبوش الخير النادي الافريقي احنا نحبوا الكلوب كلوب افريكان توا ظهر لي مازلت اولانية معناتها اليوم مازلنا الاولانيين ان شاء الله ربي يهديه ان شاء الله يراجع على الحق ويفهم اللي النادي الافريقي راهو تستاهل اكثر برشا مش فلوس برك نحكيو فلوس انت قلت لي قبيلك على الفلوس نحكيو فلوس كاسكي لا ديبونسي او ريغارد هو شنو دونك Il regarde ce que le club africain lui a apporté. Sahid. Sahid. Raoul Nedi l'Afrique. Bilika Yusuf قال كلمة وديما نسمعها. الله يرحم اللي خلاونا نحبوها. هذه نادي الافريقي. لا فلوس ولا حتى شيء. حتى شيء. سليم شيبوب قلتها له البارح. في زمن سطوطو وما نجمش يعمل شيء كلوب افريكان. خاطر فيها رجال. أي أنت تو تقول إن شاء الله ربي يهديك وشيء من رجال نادي الافريقي اليوم باش يقفوا ولا لا؟ والله نتصور انهم موجودين رجال نادي افريقي كيفاش تحبهم يقفوا انا مش خليه غدوه من اللجنه هذه تدخل لا اللجنه هذه راهو احنا ماناش ضد لجنه راهو يجي نقول لك حاجه يلزمنا نفهموا حاجه النيونس راهو تسال وتحاسب هما المكونين نتاعها عيط للمسؤول اللي قصر سكر عليه الباب واحكي معاه حتى 8 سوايع وما يكلمك حد وحتى حد ما عنده الحق يكلمك اما ما تجيب لي شخص ما عندوش علاقه بالنادي الافريقي ونعيط لك مي سي با نورمال معناتها انا غدوه نمشي جودي نامبورت كوا نمشي لحديقه الطراجي ولا حديقه ملعب تونسي ولا حديقه نجم الساحل ونقعد ونبدا نعيط المسؤولين نجم الساحل ونحاسب فيهم ما يجيش لا تقول لي احتراف ولا تقول ما يجيش فوالا